لما اتسأل الكابتن حسن حمدي من فترة يمكن من أكتر من كام سنة عن اللاعب اللي شافه أمتع حد لعب كورة وتمنى يفضل دايما وأبدا موجود في الملاعب، نشوف الكابتن حسن وقتها اختار مين. هل في لاعب لسه عالق في ذهن الكابتن حسن حمدي في تاريخ مصر أكتر لاعب؟ صفوت عبد الحليم. شايف إنه أحسن لاعب في تاريخ مصر؟ أسهل اللاعبين لمس كورة شفتها في حياتي. في حياتي كمان. يعني صحيح ميسي موجود وهذه اللمسات العالمية، لكن صفوت كانت من أحلى الناس اللي تتفرج على لمساته للكورة. صفوت عبد الحليم.